تواصل حماة الديار عملياتهم النوعية في حما وريفها لتطهيرها من دنس عصابات الإرهاب. وخلال عملياتهم تم اكتشاف مستودع للأسلحة في منطقة الفاني الشمالي، كما تم تفكيك عبوات القتل التي زرعها الإرهابيون على مداخل قرية الجنينة. في الطريق إلى قرية الجنينة في الشمال الشرقي من مدينة حماة، نجد طريقاً مزروعة بالعبوات الناسفة، وما يراد بها إلا قتلاً وتدميراً. وها هي اليوم تعود هذه القرية لأمانها واستقرارها بعد أن عاث فيها المجرمون الخراب. يوماً بعد يوم تتكشف لنا حقائق كثيرة عن مدى تورط دول عربية وغربية في الحرب القائمة ضد سوريا، وها هو دليل جديد: مواد طبية وغذائية بصناعة تركية في سيارة كتب عليها كتائب أحرار الشام. وفي الفان الشمالي تم اكتشاف مستودع للأسلحة كان يستخدم كمقر لإقامة الإرهابيين. لم تزل آثار التهجير والجرائم التي يراد لها أن تعيش على أرض سوريا باسم الدين، ولكن وبالتعاون مع أهالي القرى والمدن السورية ستعود سوريا لتبني بيئة صحية من جديد.